هعمل انا بقى في ايه؟ اوزع على الاستبيان ده لوحدي بقى. ازيك يا ابو حميد؟ بقول لكم ايه؟ ده استطلاع رأي، عايز اهم ظاهره تؤرق الشعب المصري. عدى لكم خمس دقائق. اكتب لي ده بقى بسرعه. عايزين اهم ظاهره تؤرق الشعب المصري. هاتوا لي الواد اللي بيوزع مشروعات هناك ده. اهم ظاهره تؤرق الشعب المصري. مشروعات ايه يا ريس؟ ده استبيان رأي الجامعه يعني. اسمك آدم أمين عبد الحي، طالب في كلية الآداب قسم اجتماع، وبقالك 8 سنين في الكلية، مش كده؟ مظبوط يا باشا. جيت لنا هنا قبل كده من 3 سنين. اقعد. انت واقف ليه؟ اقعد يا ابني. جيت لنا هنا من الدولة من 3 سنين، كنت عامل خناقة مع واحد أجنبي في شرم الشيخ، صح؟ مظبوط يا باشا. بس يعني الموضوع ان انا كنت بشتغل عنده في المحل عشان مصاريف الدراسه وكده، يعني في الصيف كنت رايح اشتغل على اساس ان انا هشتغل في المطبخ، هو صمم ان انا اقف في الحمام لمجرد ان انا عربي، كان عنصري يعني وكده، كلمه مني وكلمه منه اتخانقنا مع بعض، قمت ضربه وفتح له دماغه. والله يا باشا هو اللي مد ايده الاول، وبعدين الموضوع ده انا خدت فيه براءه ومراته شهدت عليه معايا. كنت بتعمل ايه في المظاهره يا ادم؟ والله يا باشا انا ما كنتش في المظاهره اساسا، انا بس استغليت التجمع وقلت فرصه اوزع الاستبيان بتاعي على الطلبه عشان اخد رايهم في اهم ظاهره بتؤرق المجتمع المصري. هو ده الاستبيان مش كده؟ هو يا باشا فقر وبطاله وفساد ومحسوبيه. يعني دي الحاجات يا باشا اللي انا يعني طلعت بيها من صحابي، من الجامعة، من على النت، وجايز ابقى غلطان فيها كلها يا باشا. بس مش شايف يا ادم من كل الحاجات اللي انت متكلم عنها هنا دي سياسة قبل ما تكون اجتماع؟ بس انا ما شفتهاش كده والله، انا عملت اللي الدكتور طلبه مننا، وبعدين حضرتك ممكن تسأله. بعدين يا باشا انا ماليش دعوة بالسياسة خالص والله، ده انا حتى ما بتفرجش على النشر. ده كلام يا راجل؟ في طالب في كلية الآداب قسم اجتماع وما يتفرجش على نشرة الأخبار؟ عامل بيها إيه يا باشا يعني؟ بعدين إحنا ناس غلابة يعني، بنمشي جنب الحيط ولو في تحت الحيط كنا مشينا فيه. يعني أنت مالكش أي نشاط سياسي ولا ميول حزبية معارضة للحكومة؟ قسما بالله يا باشا لا ليا في السياسة ولا أعرف عنها أي حاجة. آدم أمين عبد الحي، تصدق إن أنت واد طيب يا آدم؟ وابن حلال، وأنا مصدقك. ادي الملف بتاعك اهو، انا همشيك. الله يخليك يا باشا. سيبك بقى من الكلام ده وتعالى نتكلم كاصحاب. امسك خد سيجاره. تشكر يا باشا ما بدخنش. والله واد راجل، انا من زمان وانا نفسي ابطلها ومش عارف. تشرب شاي؟ شكرا يا باشا.
ايوه يا ابني، هات واحد شاي هنا بسرعه. والله يا ادم الاستبيان بتاعك ده قلب عليا المواجع فعلا. البلد بقت غريبه قوي. اوعى تكون فاكر ان انا اتولدت هنا في المكتب ده، لا انا زي زيك وبعدي كتير قوي على الشارع وبشوف الناس اللي تعبان واللي مظلوم واللي مقهور، ده غير طبعا اهلي واصحابي وجيراني كلهم عندهم مشاكل. تصدق وتؤمن بالله؟ لا اله الا الله يا باشا. سيبك بقى من الهيلمان اللي انا قاعد فيه ده، انا مرتبي ما بيكفينيش لدرجه ان انا فكرت ان انا اسيب الداخليه واروح اشتغل ملحن ولا مطرب، يمكن الف العالم واكسب فلوس كتير. بس ما ينفعش. قول لي يا ادم، في ايه في دماغك بقى عن المشاكل اللي بتقرق المجتمع المصري غير اللي انت كاتبه في الاستبيان ده؟ لا يا باشا هو حلو كده. حلو؟ انت خايف ولا ايه؟ يا ابني انا لو عاوز اخليك تتكلم وانت قاعد كده هخليك تتكلم، لكن انا بقول لك كلمني كاصحاب. الله، انت مش عاوز تصاحبني ولا ايه؟ العفو يا باشا، ازاي يعني؟ احنا نطل اتكلم. والله يا باشا خدت بالي من حاجه غريبه قوي من كام يوم كده، وانا بحضر الشنطه لاخويا الصغير وهو رايح المدرسه الصبح، جيت احط له كتاب الدين في الشنطه، قال لي لا شيل الكتاب. قلت له ليه يا ابني؟ ده كتاب الدين ومكتوب في الجدول ان انت عندك حصه دين. قال لي لا ما هو مش مهم. قلت له مش مهم ازاي يا ابني؟ ده كتاب الدين. قال لي لا ما هو اساسا مش في المجموع، وبعدين مدرس العربي بيلغيه ويضم الحصتين على بعض. لقيت كده فجاه يا باشا ان الدين بيتلغي من المدارس، واحنا على ايامنا كانوا بيلغوا حصص الالعاب والموسيقى والرسم، كل دول يا باشا مجالات ممكن يطلعوا جيل ناجح ويشرف مصر. احنا كده بنقتل المواهب دي كلها، يروحوا فين بقى؟ يقعدوا على القهاوي ولا يروحوا فين؟ وبيطلعوا ما يلاقوش شغل. بصراحة يا باشا النظام ده عايز يتغير كله. النظام عايز يتغير؟ لا يا باشا اعوذ بالله، النظام ايه اللي يتغير؟ انا اقصد يعني نظام التعليم. مش سيفاش ازيك يا شنبيه؟ ازيك يا باشا؟ اتفضل سعادتك، ده الملف اهو. خليك واقف يلا. ده تبع ايه يالا؟ مش تبع حاجة مش. ولما انت مش تبع حاجة راح امك، بتوزع منشورات على زمايلك ليه؟ لا والله يا باشا مش منشورات ولا حاجة، ده في الجامعة بس. هو في سوء تفاهم يا سيادة العقيد بعد اذنك، وبعدين انا حققت معاه وهبقى اكتب لسعادتك تقرير. يا سعيد امرك يا باشا. خد ادم من الحجز دلوقتي لغاية لما تخلص له اجراءات الخروج. حاضر يا فندم. ولا يا امك اسمها ايه؟ نعم انا سألت. صبر يا باشا، صبر ابراهيم عفيف. ماشي يا ابن صبر. سيف باشا انا عاوز اقول لسعادتك على حاجه. الواد ده اقل مما تتصور بكتير، وبعدين كل المعلومات والتحريات اللي جات لنا عنه ان ملفه ابيض ونضيف وزي الفل. الله يبيض ايامك يا هشام بيه وينور لك قلبك. انت هتعلمني شغلي ولا ايه؟ في ايه يا هشام بيه؟ العفو يا باشا اسف. العيال دي ما بتجيش غير بالعنف، العيال عايزين يعملوا فوضى في البلد. مش كلهم سعادتك، مش كلهم. لازم نفرق ما بين البريء اللي اتاخد في الرجلين وما بين المذنب اللي بجد. وما عليك بقى عرفت انه بريء ازاي؟ اولا سعادتك ملفه فاضي ما فيهوش ولا سابقه. ثانيا وده الاهم، ان احساسي الامني اكد لي كده. يا دي احساسك الامني اللي انت فلقتني بيه يا ابني. انت ضابط امن دوله. ما هو عشان انا ضابط امن دوله لازم ادي لنفسي الفرصه اني اقيم الشخص اللي واقف قدامي قبل ما اتخذ ضده اي اجراء. دي اروح ناس سعادتك ولا ايه؟
طالما جه هنا وقف قدامك يبقى حوالي شبهة، ومهمتك كرجل أمن إنك تتحقق من ده عشان تقدر تحقق الأمن والاستقرار للبلد. وهو أمن واستقرار البلد ما يتحققوش إلا لو عملنا أولادها كأنهم مجرمين وحرامية. يا ابني أنت مهمتك إنك توقف المشكلة قبل ما تحصل، مش تستنى لما المشكلة تحصل وبعدين تبدأ تفكر لها في حل. الأمن أهم سلعة في الوقت، ولو فلت الزمام وفقدناه كلنا هنروح في 60 دقيقة، البلد دي هتولع في ثانية. ده شغل أمن دولة يا حبيبي. أقول تاني وأفهمك ولا إيه؟ لا يا باشا مفيش داعي. طيب قول لي بقى، انت وراك ايه النهارده بالليل؟ مفيش حاجه ساعتك. طب ما هتجيلي البيت شويه كده تتغلب لك بولتين ثلاثه شطرنج. ها ما بلاش، سعادتك لما بتتغلب بتقفش. انا اه طب يا اخي طالما بقفش اتغلب لي مره.